السلام عليكم. في البداية أنا عايز أبص على singular value decomposition من زاوية تانية، وهي زاوية ال four basic spaces of a matrix اللي هما ال null space وال row space وال column space وال left null space. طيب إحنا كنا وصلنا إن عندنا A equals U sigma V transpose. طيب لو ضربت V minus 1 في الطرفين، لو ضربت V في الطرفين actually هيبقى عندي A V equals U sigma V transpose V بالidentity، فوصلت إن عندي A V equals U sigma. طيب لو جيت أفك ال V هلاقي إن أنا عندي دي كده A، ال V دي عبارة عن matrix فيها شوية columns وكلهم orthogonal to each other و unit vector لحد V معينة، V نسميها A نسميها V n مثلا. الكلام ده بيساوي U في sigma، فهو بيساوي U اللي هي مثلا U1 U2 وهكذا حد UM. هنشوف ليه انا بقول دي ان ودي ام دلوقتي. مضروبه في سيجما اللي هي عباره عن دياجونال ماتريكس سيجما 1 سيجما 2 وهكذا لحد الاخر. طيب لو جيت افك شويه هلاقي ان انا عندي AV1 AV2 AV3 وهكذا بتساوي طبعا دي سيجما 1 ده كله كل ده صفار صفار صفار، دي كانت دياجونال ماتريكس، كل الحاجات الباقيه بتكون صفار يعني، وبالتالي عندي سيجما 1 في 1 بلس 0 في 2 بلس 0 0 في 3 وهكذا لحد الاخر حد 0 في ام. هلاقي ان انا هنا في الاخر ده بيساوي سيجما 1 يو 1 سيجما 2 يو 2 وهكذا لحد سيجما ام يو ام. تمام، فانا كده بقول ان اي في 1 ايكوالز سيجما 1 يو 1 واي في 2 ايكوالز سيجما 2 يو 2 وهكذا. يبقى اذا السنجلر فاليو ديكومبوزيشن بيقول لي ان انا عايز الاقي a set of orthonormal vectors v و a set تانية of orthonormal vectors u such that in لما أوبريت على ال orthonormal vectors v يطلع لي orthonormal vectors u. صح؟ يعني تعالى تخيل ان انا عندي في 2D مثلا وان انا عندي الماتريكس full rank مفيش اي مشاكل، وبالتالي انا عندي مثلا عدد لا نهائي من ال orthonormal vectors v في 2D، ممكن يكون عندي حاجه زي كده وحاجه زي كده، ده اتنين دول متعامدين مثلا، او عندي حاجه زي كده وحاجه زي كده، او عدد لا نهائي. ماشي؟ طيب فدي كده حاله ممكن اجيب حالات كتير، بس مفيش اي حاجه تضمن لي ان انا لما اوبريت على الفيكتورز دي بالماتريكس A تطلع لي برده اتنين فيكتورز متعامدين، ممكن يطلع لي اتنين فيكتورز متعامدين كده. الكلام ده شفناه قبل كده في الفيديو اللي فات، قلنا ان اي ماتريكس اي ترانسفورميشن ماتريكس مش بتبريزرف الانجلز ان جنرال يعني، فممكن يطلع لي دول يكونوا متعامدين هنا بس ما يطلعوش متعامدين لما احولهم ليوهات يعني. فبالتالي السنجلر فاليو ديكومبوزيشن بتدور على سبيشال سيت اوف فيز بحيث ان انا لما اعمل لهم ترانسفورميشن بالماتريكس A يطلعوا لي برده هنا بيربنديكولار. بس فهو ده الحاجه المميزه في الاس في دي، ان انا عايزهم يكونوا بيربنديكولار هنا وبرده لما اوبريت عليهم يفضلوا بيربنديكولار هنا. والسيجماز دول اللي احنا مسميهم السنجلر فاليوز نقدر نعتبرهم سكيلينج فاكتورز، عشان اليو 1 ده هيكون يونت فيكتور، بس الحقيقه اي في 1 ممكن يعني ممكن تجيب لي اثنين فيكتورز متعامدين على بعض بس مش يونت فيكتورز، فانا بس بحط السيجماز دي علشان اضمن ان اليوز يفضلوا يونت فيكتورز وبالتالي يجيبوا لي orthogonal matrix عشان دي هتسهل عليا الدنيا يعني. ماشي؟ في السيجما دي مجرد سكيلينج فاكتور بس عشان افضل محتفظ ان اليو ده يو 1 يو 2 لحد يو الاخير هيكونوا يونت فيكتورز. طيب حلو. طيب فين كام ملحوظه كده؟ اولا نظرا لان السيجما 1 يو 1 او اليوهات عامه عباره عن A في V1، فبالتالي اليوهات دي لازم ينتموا للكولوم سبيس اوف ماتريكس A، لان كل فيكتور من دول عباره عن linear combination من الكولومز، وبالتالي الدايمنشنز بتاعت كل فيكتور من دول لازم يكون شبه الدايمنشن بتاع كل كولوم يعني، وبالتالي هقدر اقول ان اليوز belong to الكولوم space of A. ماشي؟ ولازم الدايمنشن بتاع كل يو او بتاع كل سيجما يو يعني يكون شبه الدايمنشن بتاع كل كولوم من الماتريكس A، لان هو في الاخر عباره عن linear combination of columns، ده تعريف الضرب اللي اتكلمنا عنه تقريبا في اول فيديو خالص. طيب بالنسبه للفيهات، الدايمنشن بتاع الفيز او بتاع كل V لازم يكون شبه الدايمنشن بتاع كل رو اوف الماتريكس A، لان ان جنرال لو انا عايز اعمل ماتريكس فيكتور مالتيبليكيشن، لو الماتريكس كانت ريكتانجلر ماتريكس مثلا M في N، لازم يكون الفيكتور V لو دي كانت ماتريكس A مثلا، لازم يكون الفيكتور V عباره عن N في 1. وبالتالي لو عندي هنا مثلا 1 2 3 4 5 وهنا مثلا 2 3 2 4 3، فلو دول خمسة كومبوننتس في كل رو لازم يكون الفيكتور ده عدد الكومبوننتس فيه برضو خمسة، اتنين مثلا اتنين واحد اتنين خمسة، عشان المالتيبليكيشن ينفع يشتغل لازم يكون الانر دايمنشن زي بعض، وبالتالي ال V ده لازم عدد الكومبوننتس بتاعته تكون بتساوي عدد الكومبوننتس بتاعت كل رو.
طيب هل الفيكتورز V لازم تنتمي للرو سبيس اوف الماتريكس؟ الاجابه لا، انا بتكلم عن عدد الكومبوننتس هيساوي عدد الكومبوننتس، بس الحقيقه ممكن ينتمي للرو سبيس او ينتمي للنال سبيس برضو. ليه؟ لان انا بضرب ده في ده. طيب لو الناتج طلع صفر يبقى لازم الفيكتور ده يكون ينتمي للنال سبيس، لو طلع مش صفر يبقى هينتمي للرو سبيس. واحنا عارفين ان النال سبيس اوف A matrix عمودي على الرو سبيس اوف A matrix، يعني كل فيكتور في النال سبيس بيكون عمودي على الرو سبيس كله، كل فيكتور في النال سبيس عمودي على الرو سبيس كله. وده منطقي ان لو الفيكتور ده في النال سبيس معناه ان حاصل ضرب الفيكتور في الماتريكس هيساوي صفر، وبالتالي طبعا الحاله دي مش هتعمل كده، بس لو افترض ان ده، لو افترض انك في النال سبيس يعني هلاقي ان ده دوت ده بصفر، وبالتالي ان ده عمودي على ده، وده دوت ده بصفر يبقى ده عمودي على ده، وهكذا. وكل الكومبوننتس هيفضل ناتج صفر، وبالتالي معناه ان الفيكتور ده عمودي على كل الفيكتورز اللي بتكون الرو سبيس، وبالتالي هو عمودي على الرو سبيس كله. طبعا الحاله دي مش هي هنا، بس ان جنرال الفيكتورز V مش لازم تنتمي للرو سبيس، هي بتنتمي يا اما للرو سبيس يا اما للنال سبيس، والرو سبيس والنال سبيس مع بعض بيسبانوا السبيس كله، او بيسبانوا السبيس المكون في الحاله دي من 5 دايمنشنز كله. يعني في الحاله دي لو ده وده الاثنين دول اندبندنت عن بعض، فيبقى الرو سبيس بيسبان بلين في ال 5 دي، صح كده؟ الرو سبيس بيسبان بلين في ال 5 دي. عندك كمان 3 دايمنشنز في ال 5 دي، دول هيكون النال سبيس هو اللي بيسبانهم يعني. طيب حلو، دلوقتي ان جنرال انا عندي A V equals U سيجما. لو الايت دايمنشنز بتاعتها M في N، لازم يكون ال V dimension بتاعتها، لو انا هحط بقى الماتريكس V بحيث ان هي تسبان السبيس كله سواء بتاع الرو سبيس او النال سبيس، تبقى ال V N في N، تبقى سكوير ماتريكس N في N. نفس الكلام ال U هتسبان الكولوم سبيس بتاعي، هتكون ال dimensions بتاعتها M في M، هتكون برضو سكوير ماتريكس. والسيجما هتكون طبعا لازم ال inner dimension بتاعها يكون M، ولازم ال outer dimension يجي من هنا عشان دي كلها M في N، فلازم تكون M في N. فبالتالي السيجما بتاعتنا بتكون نفس الدايمنشن بتاع الماتريكس الاصليه، وعشان كده انا اقدر اقول ان انا بعمل دايجونالايزيشن للماتريكس ايه، انا بحول ماتريكس ايه لدايجونال ماتريكس اوف ذا سيم دايمنشن. يعني طبعا في هنا ملحوظه مهمه ان محدش يقدر يقول ان الكولوم سبيس بتاع الماتريكس ايه هيسبان الام في ام دايمنشن كله، ان ممكن تكون الماتريكس ايه ملهاش مثلا يكون فيها الكولوم بتاعتها مش اندبندنت، وبالتالي ما اقدرش اجيب كومبليت سيت اوف بيزس للكولوم سبيس ويكون كل فيكتور فيهم عمودي على الثاني. فبالتالي الحقيقه ان الام في ام دي هيكون فيها فيكتور تنتمي او بيزز للكولوم سبيس، وبقيه الفيكتورز اللي بتكمل السكوير ماتريكس هيكونوا بيزز للليفت نال سبيس. ان زي ما احنا عارفين من قبل كده ريليشن بين الرو سبيس والنال سبيس مشابهه للريليشن بين الكولوم سبيس والليفت نال سبيس. حلو، يبقى الفورماليزيشن بتاعنا هيكون كالتالي، انا عندي الماتريكس A اللي هي ام في ان، هنا بحاول اختار بيزز للرو سبيس وللنال سبيس، وبحط الاول البيزز بتوع الرو سبيس، ده كونفنشن يعني، مثلا من اول v1 v2 او بلاش نحط الكومه v1 v2 لحد vr، حيث الار ده هو الرانك، لان في الاخر طالما الرانك مثلا 3 يبقى انا هيكون عندي على الاقل 3 اندبندنت فيكتورز في الرو سبيس، يبقى انا هحط الاول كل الحاجات بتاعه الرو سبيس. طيب بعد ما اخلص الحاجات دي هيبقى لي اقدر اكمل بقيه السبيس او بقيه البيزز بتوعي بالفيكتورز بتوع النال سبيس من اول في ار بلس 1 لحد في ان، وبالتالي الماتريكس دي هتكون ان في ان. طيب الكلام ده هيساوي يو في سيجما. نفس الكلام بالنسبه لليو، هحط شويه فيكتورز كده من اول يو 1، طبعا الرانك اللي هو عدد الاندبندنت كولوم يساوي عدد الاندبندنت روز، فبرضه هيكون من يو 1 يو 2 لحد يو ار، وبعد كده من UR بلس 1 هكمل لحد UM. ودي طبعا M مش N علشان الكولوم الواحد فيه M components مش N components. طيب والكلام ده هيتضرب في سيجما كده، اللي هي سيجما 1 سيجما 2 وهكذا، والدايمنشن بتاع الماتريكس دي هيكون نفس الدايمنشن بتاع الماتريكس A، هيكون M في N. حلو، نلاحظ هنا حاجة مهمة، أولا الفيكتورز دي كلها أو البيزز دي كلها كلها عمودية على بعض وكلها مش بصفر، ما ينفعش يكون عندي حاجه منهم صفر. نفس الكلام دول كلهم عمودين على بعض واليونت فيكتورز وكلهم ما ينفعش يكونوا صفر. طيب انا دلوقتي عندي AV1 هتساوي سيجما 1 U1، ماشي. ال V1 ده لحد ال VR كل دول بينتموا للرو سبيس، وبالتالي ناتج الضرب ده هيكون مش صفر، ان هو بينتمي للرو سبيس، وبالتالي الدوت برودكت مش هيكون صفر لان الفيكتور ده مش هيكون عمودي على الرو سبيس كله طالما هو بينتمي له. طيب فبالتالي السيجما دي طالما ده مش صفر وده مش صفر فالسيجما دي ما ينفعش تكون صفر. طيب نفس الكلام AV2 هتساوي سيجما 2 U2، وبرده السيجما دي مش هتكون صفر طالما U2 بينتمي للرو سبيس.
بس لو جيت بقى تشوف من اول في ار بلس 1 لحد الفي ان، انت عارف ان دول بينتموا للنال سبيس دلوقتي خلاص، فدول بينتموا للنال سبيس، وبالتالي لازم a في الفي دي 0، ده تعريف اصلا النال سبيس. وبالتالي مثلا a في ار بلس 1 هيساوي سيجما ار بلس 1 في يو ار بلس 1، وده هيساوي صفر. وده معناه طالما ده مش بصفر وده مش بصفر، مفيش حاجه بصفر، لازم يكون السيجما هي اللي بصفر. وبالتالي هتلاقي السيجماز اللي في الماتريكس دي مثلا مش هتكون بيور دايجونال، مش هتكون دايجونال اللي هو كل القيم اللي على الدايجونال مش بصفار، لا هي هتلاقي فيها قيم على الدايجونال بصفار علشان اقدر احقق الريليشن دي، ان اي في لاي في في النال سبيس لازم يساوي زيرو، ونظرا ان ده الفيكتور يو ار بلس 1 مش زيرو لازم يكون السيجما بزيرو. وبالتالي الماتريكس دي مش هتكون كلها ارقام نون زيرو على الدايجونال، لا هيكون فيها زيروز على الدايجونال. وباي ذا واي يعني هنختار السيجماز دايما ان هم يكونوا سيجماز موجبين، قيم موجبه، ما ينفعش يكون قيمه سالبه. في الحقيقه احنا بنعمل الكالكوليشنز هنكتشف ان احنا ممكن نحط قيم سالبه ونعمل فاكتورايزيشن اللي هو يو في سيجما في ترانسبوز، بس احنا هيكون دايما عندنا الفرصه ان احنا نختار قيمه موجبه او قيمه سالبه، فاحنا دايما بنختار القيم الموجبه ونتجاهل القيم السالبه، فهو باي ديفينيشن الاس في دي بيختار القيم الموجبه للفاكتورز دي يعني. طيب انا دلوقتي عايز اعمل بس امثله كده بارقام للاشكال الماتريسيز دي، في حاله مره يكون الام اكبر من الان، وفي حاله مره يكون الان اكبر من الام، يعني هذا الروز اكبر من الكولوم او العكس، عشان بس دي تكون واضحه السيجما دي هتكون عامله ازاي بالظبط، يعني الاصفار هتكون متوزعه ازاي. تخيل ان عندك ماتريكس عامله كده مثلا 1 2 3 4 2 2 3 5 مثلا، فالماتريكس دي عباره عن كام؟ عباره عن 2 في 4. طيب الماتريكس يو بغض النظر على الارقام اللي فيها لازم تكون كل كولوم هنا عباره عن 4 كومبوننتس، بس دي هتكون 4 في 4 تكون سكوير ماتريكس. عندك هنا مثلا يو 1 4 في 1 يو 2 يو 3 يو 4 ولا في اي اسف دي في هات مش يو هات، ده كده في 1 في 2 في 3 في 4. طيب ده هيساوي يو سيجما، اليو لازم تسبان الكولوم سبيس بشكل ما، لازم يكون نفس ده مش على سبيس، هتكون 2 في 2 وده منطق عشان 2 دي لازم تكون زي ال 2 دي يعني عموما يعني. طيب 2 في 2 فبالتالي هتكون عندك هنا يو 1 ويو 2 بس، وده عشان دول المفروض يكونوا فيكتورز للكولوم سبيس والليفت نال سبيس، والكولوم سبيس عباره عن 2 دايمنشنز بس، فده منطقي يكون عندي 2 فيكتورز بس يقدروا يكفروا ال 2 دي عامه يعني. وهنا هيكون السيجمنتس هتكون 2 في 4. طيب دلوقتي انا عندي 2 روز بس في الماتريكس، وبالتالي الدايمنشن بتاع الرو سبيس هيكون 2، وبالتالي اقدر استخدم 2 فيكتورز بس عشان اسبان الرو سبيس كله، وانا هحط هنا الفي 1 وفي 2 اللي هم الفيكتورز اللي بيسبانوا الرو سبيس، وبالتالي الباقيين دول هيسبانوا النل سبيس. وبالتالي هلاقي ان انا بحط هنا سيجما 1 قيمه مش صفر علشان انا عارف ان دول في الرو سبيس، ان انا مختارهم انا مرتبهم بالشكل ده يعني 2 في 4، يبقى عندي هنا 0 0 0. بعد كده عندي ثاني واحد نفس الكلام 0 سيجما 2 0 0. طب الباقيين مفيش باقيين خلاص، ده كده 2 في 4 كده مظبوطه ماشي، نفس الدايمنشن بتاع السيجما هو نفس الدايمنشن على ماتريكس A. وبالتالي لو جيت تعمل الضرب ده هيجي لك ماتريكس كام؟ 2 في 4، 2 في 2 2 في 4 هيديك ماتريكس 2 في 4 برضو. هلاقي اول كولوم عباره عن سيجما 1 يو 1 بلس 0 في يو 2 كده سيجما 1 يو 1، تاني واحد هيبقى 0 في يو 1 بلس سيجما 2 يو 2، تالت واحد هيبقى 0 في 1 بلس 0 في 2 هيديك 0، ده في ده بلس ده في ده هيديك برضو 0، والتالي ده منطقي لان فعلا الاثنين دول في النال سبيس، وبالتالي حاصل الضرب بتاع الماتريكس دي مع الفيكتور ده لازم يديك 0، وده وده لازم يديك 0، فالدنيا كده كونسيستنت وظريفه. طيب اخر حاجه تعال نجرب العكس، تعال نجرب ماتريكس عدد الروز فيها اكبر من عدد الكولومز، تعال نقول ان انا عندي ماتريكس عامله كده مثلا ونشوف السيجما هتبقى عامله ازاي. عندي ماتريكس مثلا 1 2 3 4 1 1 2 5 مثلا. طيب فالماتريكس دي كام؟ 4 في 2، عشان اضربها في حاجه هنا لازم تكون 2 في 2، الماتريكس يو الماتريكس في اسف هتكون 2 في 2 في 1 وفي 2، دي كده هتكون 2 في 2 ماشي، هتساوي ماتريكس يو اللي هي هتكون كام؟ هتكون 4 في 4 دلوقتي، 4 في 4 فيبقى عندي هنا يو 1 يو 2 يو 3 يو 4 مضروبه في الماتريكس سيجما اللي هي هتكون 4 في 2 زي الراجل الاصلي. طيب 4 في 2 فهي رفيعه كده زي الماتريكس الاصلي عشان انا بعمل دايجونالايزيشن للماتريكس الاصلي. طيب بنفس الطريقه طبعا دلوقتي بافتراض ان الاثنين
كولومز دول اندبندنت، هم فعلا اندبندنت بشكل عام. ده هلاقي ان الرو سبيس بيسبان كل ال 2 دي سبيس، اي الفيكتورز دي برضه هتكون فيها حاجات اندبندنت عن بعض، وبالتالي هقدر اسبان ال 2 دي سبيس بالرو سبيس، وبالتالي انا ما عنديش نال سبيس علشان الاثنين كولومز دول اندبندنت، فما فيش اي كومباينيشن منهم هيديك زيرو، وبالتالي غير الزيرو فيكتور يعني، وبالتالي انا ما عنديش نال سبيس، بالتالي الاثنين دول بينتموا للرو سبيس عادي. وبالتالي AV1 هيساوي سيجما 1 U1، ودي مش هتكون بصفر، و AV2 هتساوي طبعا ده هنا 4 في 2 يبقى عندي هنا صفر. ال AV2 هتساوي سيجما 2 U2 ماشي، وبكمل الباقي صفار. طيب هل ده فعلا منطقي؟ اه تعال نشوف ده. ناتج الضرب الاثنين دول في بعض هديك حاجه 4 في 2 اللي هي زي الماتريكس الاصليه 4 في 2 ماشي. اول حاجه هنا هتكون فيكتور سيجما 1 في 1 بلس 0 في 2 بلس 0 في 3 بلس 0 في 4 هديك سيجما 1 U1. تاني واحد هنا هديك 0 في 1 بلس سيجما 2 في 2 بلس 0 بلس 0. فكده برضه لقيت ان AV1 ايكوال سيجما 1 U1 AV2 بتساوي سيجما 2 U2. فنلاحظ ان هنا الاصفار كانوا تحت، كان في اصفار كتير تحت، وهنا في الحاله العكسيه كان الاصفار هنا، بس في الاخر في كل الاحوال الفاكتورايزيشن بتاعنا كونسيستنت مع نفسه. طبعا لو كان عندي الاثنين كولومز دول ديبندنت، يعني مثلا يكون ده ضعف ده مثلا، ساعتها هلاقي ان عندي هنا مثلا 2 4 6 8، وساعتها الرانك بتاعتي هتكون 1، وبالتالي هتلاقي ده كده هو الرو سبيس عباره عن فيكتور واحد بس، ان 1 2 ضعف 2 4 ضعف 3 6 ضعف 4 8، فالرو سبيس عباره عن فيكتور مش 2 دي، وبالتالي ده كده هيكون بينتمي للنال سبيس، وساعتها هلاقي ان دي كمان بقت صفر. في الحاله دي هتلاقي ان سيجما 2 كمان بقت بزيرو هي الاخرى يعني. حلو قوي. في الفيديو الجاي هنشوف بقى ازاي نحسب اليو والسيجما والفي.